ما هو هرم. الشباب الشاب نعم. الشباب هو الطاقة القادرة على الفعل وده اللي بيتأتى بعد عمر الطفولة لكن الإنسان لا يظل شابا بل كلما تقدم به العمر قل نشاطه وكل ما يتقدم وهن عظمه ولم يقدر على ما كان يقدر عليه فلا تتصور أنك ستظل شابا بل لكن سيأتي عليك وقت لا تنهض بحركة فاستغل بقى الشباب بتاعك ده عشان تخزن منه أعمال هذه الأعمال تكون لك عونا حين لا تقدر على العمل حتى في أمر الدنيا يعني اجتهد وانت شباب وتحرك واعمل مش عارف عشان حيجي يوم ما تقدرش تتحرك ودي بقى بيضرب مثل بقى للدنيا والآخرة انت يعني مديك ربنا دنيا ومديك كون بينفعل لك ان غرست وشفت الزرع كويس وسقيته ورويته وعملت تاخد حرك فكذلك يوصلك الى الآخرة فانك تنتهز فرصة القوة او مظاهرها عشان تحتاط لمظاهر ضعف حيرتها انت صحيح دلوقتي قد تكون شاب صحيح وفي شاب ومريض ما عرفش المرض بيجينا امتى فلما يكون عندك فترة شباب وصحة استغلها واعمل النافع النافع الذي قد ينفعك في ايه فيما اذا جاء المرض او جاءت الايه الكولة لما تعود على غني ابذل الخير علشان يبقى لك نصيب ان افتقرت يبقى كما اعانك غيرك كما اعنت غيرك يعينك سواك مشغول بايه مشغول بايه مشغول بعافيه عايز اكح وعايز اخد دواء وعايز مش عارف ايه وعايز ايه وعايز ايه وعايز ايه فاستهز فرصه فراغك من الاشياء وتعمل اشياء تبقى تنفعك وقت الايه وقت المشاعر اللي تطرق الحياه او كل ده مجموعه انت هتموت فخد الحياه دي منفعه قبل ما تموت فينقطع عملك واذا ما اردت ان تبقى بعد عملك فاترك عملا صالحا يجدد لك العمل بعد وفاتك يعني ايه الولد صالح يدعو لصدقه ايه جارية. صدقة جارية نعم. مع علم ينتفع به نعم بقول لك اللهم لا تشغلنا بأوقاتنا عما يأتينا من المستقبل آمين يا رب واجعل حركتنا الآن مجدية لنا فيما يستقبل من الزمان آمين يا رب.